السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رؤية اللحم في المنام. إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بطهي اللحم لأسرتها، دل ذلك على إنها سوف تعيش حياة هنيئة جدا، وإنها سوف تسمع أخبار سارة. وإذا رأت إنها تشتري اللحم، دل ذلك على سعادتها مع زوجها. إذا رأت إنها تقدم لزوجها لحم غير مطهو، دل ذلك على إنها تتكلم مع زوجها كلام قاسي، أو إن هذا الكلام يؤلمه كثيرا. ورؤية المرأة الحامل في منامها إنها تأكل اللحم المطبوخ، دل ذلك على إنها سوف تلد دون تعب. إذا رأت إنها تقدم اللحم للناس، دل ذلك على إنها سوف ترزق بالمال والبنون معا. ورؤية اللحم المطبوخ أو المسلوق في المنام بصفة عامة، من رأى إنه يطبخ أو يسلق اللحم ويأكل منه فإنه يزداد ماله، ومن رأى إنه أكل لحما مطبوخا أو مسلوقا وكان معه على المائدة شيخ كبير يأكل معه فإنه سوف يرتفع شأنه. من أكل لحم ني فإنه لا خير فيه، وهو يدل على كساد بضاعته أو فقدان شيء يملكه صاحب الرؤية. ورؤية الفتاة العزباء إنها تقوم بتناول لحم غير مطهو، دل ذلك على إنها سوف ترتبط بشخص يسبب لها العديد من المشاكل، وسوف تنتهي هذه العلاقة بالفشل. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بشراء اللحم أو إنها تقوم ببيع اللحم، دل ذلك على إنها سوف تحظى بعلاقة حب وزواج من شخص تحب وتتمناه. إذا رأى الشخص إنه يقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح، دل هذا على إن هذا الشخص سوف يتخلص من المتاعب والهموم التي تحيط به. وإذا كان هذا الشخص أعزب، دل هذا على إنه سوف يتزوج عن قريب. إذا رأى الشخص إنه يقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح في بيته، دل ذلك على شر كثير سوف يدخل إليه. ورؤية أكل لحم الدجاج في المنام يدل ذلك على المنفعة الكثيرة القادمة للرائي. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية اللحم في المنام للرجل وللمرأة. نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.